النهاردة هشرح لكم معنى كلمة فلسفة. وانتي هتدينا فلسفة؟ ان شاء الله يا بحر. طب اتكل على الله. حاضر. يا بان عليها نبيها ما شاء الله. قبل ما نبتدي المقرر الخالص عايزه اقولهم لكم ونشرح سوا. بهجت؟ نعم يا اختي. رجع الشنطه مكانها لو سمحت. ليتي رجعوا الشنطه. مالكيش دعوه انت بقى وخليكي في اكل عيشك. ها رجعوا الشنطه لو سمحتوا. لو سمحتوا رجعوا الشنطه. في ايه؟ ايه بصلي ليه؟ ايه بتبصلي ليه؟ بلاش ابص. امال اعمل ايه؟ طيب ولا نور. ايه اللي انور دي؟ الله مش هنور، انا حر انور على مزاجي يا سيدي. هو يا ابني ما تبصيش عليه نجري كده. ما ايه ده؟ قلم روج. حلو قوي البتاع ده. خد ادي لابوك. ازازة ريحة كالونيا. حط كالونيا. حط كالونيا. ايوه انت حط كالونيا. ايوه اخ منك انت اخ. حط كالونيا. حط كالونيا ليه؟ حط كالونيا ليه؟ بتتكلين لمين؟ حط كالونيا. حطي كالونيا. حطي جيتو. النبي اديني شويه في العضل لو سمحت. يا دي الكسوف يا دي الكسوف. ايه تذكره ترماي؟ ايه ده بقى بتشعبطي؟ يا جدع انت ما تقعد. اقعد. ايه؟ اقعد. ايه اللي تزوق دي؟ اقعد يا قليل الادب. اقعد يا مجرم يا ابن المجرمين. ادي دقني لو فلحت. اقعد يا واد. اقعد يا واد. انت اسفين يا نسعد. شكرا يا. دي مفكرة. ايه؟ مفكرة. ازاي؟ ازاي ايه؟ دي اللي معايا دي مفكرة. اللي هي ايه يعني؟